اعتقد كمان عشان نتكلم على التحكيم معانا طبعا عبر الهاتف يعني خبير التحكيم وحكمنا الدولي الكابتن ناصر عباس معانا على التليفون عشان نتكلم معاه في الملحوظه ديت، يعني ملحوظه الاسبوع اللي فات ورايه ايه في التحكيم في الاسبوع اللي فات او الجوله الاخيره من الدوري. كابتن ناصر مساء الخير. تحياتي كابتن هاني وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالضبط زي ما حضرتك يعني يمكن النادي الاهلي قناه النادي الاهلي دايما وبرنامجها دايما بتؤكد على ان احنا ندي الفرصه للبدري. احنا قلنا دايما عشان خاطر نقيم اي رئيس لجنه او لجنه كابتن هاني لابد ان احنا ندي الفرصه للناس تشتغل وما نحطش الحكم السريع بتاعنا، وبالتالي فعلا زي ما كانت وجهه نظر قناه النادي الاهلي ان احنا دايما كنا واخدين المقابله كابتن هاني ان احنا ندعم ونساند الدكتور بريرة، وده احنا قلناه عن البرنامج اكثر من مره، ويمكن البعض كان يعني مش مقتنع، ولكن اعتقد الكل اقتنع الامور ماشيه. هتكلم في نقطتين مهمين جدا كابتن هاني. المعايير دايما تحت لجنه السياسه بيكون هناك معايير واضحه للكل او سياسه واضحه للكل. هو هنا ابتدى بريرا يحط نظام كان مهم جدا في ان هو يعني سياسه توجه العقاب. ما حدش حكم كبير وحكم صغير، يعني هو ملعب اللي هيأدي بشكل كويس الراجل قال هذا صراحه اللي هيأدي بشكل كويس هيكون موجود، اللي عنده اخطاء واخطاء مؤثره اكيد هيبقى يعني فيه هو ممكن يريح شويه يعني، وده اللي حصل بالفعل. وبالتالي هتلاقي الحكام كلها عندها تركيز عالي. على سبيل المثال احنا عندنا النهارده في الثاني دوري المحترف، والجميل وانا بقول الجميل فعلا انا بحيي الراجل ده وبحيي لجنه الحكام، لان هم بعض الحكام الصاعدين وقاعدين في الثاني اللي هم يعني البعض كان مش متفائل ان هم يدخلوا هذا الدوري الصعب اللي هو بدون تقنيه الفيديو، ولكن اثبات الحكام الصاعدين فعلا انا عايز اخد رايك يا كابتن ناصر في زي ما بنتكلم دايما بنحب ان احنا نطور من مدربين، لازم يكونوا مدربين شباب، لعيبه لازم تاخد فرصها وهي صغيره، كمان على مستوى التحكيم رايك ايه في مش هقول الشباب ولكن الكوادر الجديده بالنسبه للحكام المصريين؟ يعني هو ممكن يعني البعض كان مش مبسوط منه، ولكن النهارده مش ان الراجل ده كان بيشتغل يعني هو ليه وقت. كابتن ناصر استاذنك بس تتحرك شويه عشان الصوت بيقطع سنه، لو تقدر تتحرك بس شويه عشان الصوت مش واضح. الصوت مش واضح. طيب حاضر. طيب كابتن هاني كده الصوت كده اخباره ايه؟ تمام تمام اتفضل. الو الو اتفضل. تمام سامعك يا كابتن. تمام كابتن هاني. هو عمل تصنيف للحكام، يعني ايه؟ يعني كان الحكم الاول الدولي او الحكام الدوري الممتاز كان بيدير في مباراه الدوري الممتاز والف، ويدير دوري المحترفين، ويدير دوري الممتاز ب، ويدير القسم الثالث. هو قال الكلام ده ما ينفعش، كل حكام فئه تدير المسابقه الخاصه بها. وبالتالي فعلا خلى الحكام اللي هم التصنيف الاول اللي هم دوري الممتاز وصنفوا ممتاز الدوري المحترفين، وبالتالي كانت السياسه واضحه وكل الحكام عارفه هذا الكلام كده. ايضا هو عمل تقييم للمحاضرين وتقييم للمقيمين وعمل اختبارات ليهم واختار منهم الناس اللي هي هتقيم كده. زي ما قلت لحضرتك هو النهارده يعني هنقول الاسبوعين اللي فاتوا او ثلاثة اسابيع اللي فاتوا اعتقد الاخطاء لم تؤثر في نتائج المباراه. الرساله وصلت للحكام والكل النهارده بيشتغل على نفسه كابتن هاني. صحيح. مفيش حد عاوز يغلط يعني، وده اللي احنا كنا بنقول دايما. مظبوط. لابد ان الحكم يحب نفسه. لما تحب نفسك اكيد هتهتم هتركز، ما تبقى انت خايف من العقاب، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هو دايما حضرتك الكابتن كنت بتتكلم على موضوع الثواب والعقاب، يعني لازم يكون يعني الحكم حاسس بشكل كبير انه تحت رقابه معينه وانه لازم يؤدي بشكل جيد علشان يستمر بشكل جيد، وان لو ما اداش بشكل جيد هيكون في عقاب، وبالنسبه له يكون في عمليه تاخير او اشتراكه في المباريات هتقل، وبالتالي في احنا شفنا. عايز اخد رايك في الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا وخاصه الاسبوع اللي فات على سبيل المثال كان في ماتشات مهمه جدا، مباراه الاهلي وسيراميكا وكمان مباراه نادي الزمالك وبيراميدز، رايك ايه في الحكام في الماتشين دول بالذات يعني؟ طيب هقول لك على مفاجاه كابتن هاني، ودي يعني يمكن ثاني مره اقولها في قناه الاهلي.
السيراميكا وبيراميدز او والاهلي او الاهلي وسيراميكا كان عندنا الحكم عبد العزيز فايز. تخيل ان عبد العزيز فايز لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي خلال موسم كامل اللي هو الموسم اللي فات، ولا مباراه. ودي كانت مفاجاه بالنسبه لنا، وانا كنت يمكن اتكلمت فيها في بدايه الاستاذ التحليلي، يعني لما يبقى حكم بهذا القدر ازاي ما يديرش مباراه للنادي الاهلي خلال موسم كامل 34 جوله يا كابتن هاني؟ لم يدير عبد العزيز فايز اي مباراه للنادي الاهلي. وانا لما قلت في بدايه التحليل قلت يعني هذا الحكم عليه لود لان هو بقى له فتره ما بيحكمش للاهلي، عاوز ينجح. المباراه بالنسبه له كانت مباراه صعبه، سيراميكا والاهلي او الاهلي وسيراميكا، صحيح مباراه صعبه جدا يا كابتن هاني، جدا. الناس سيراميكا من الانديه اللي هي اللاعبين على مستوى عالي من القدره وعلى مستوى عالي من الاداء، وان الاهلي طبعا انت عارف نادي البطولات، وهو طبعا دايما بيبقى النادي الاهلي حاطط في هدفه ان هو يفوز. فكانت مباراه صعبه وكان تحدي كبير لهذا الحكم، وانا بقول بامانه نجح عبد السيد في اداء المباراه بشكل كبير جدا يا كابتن هاني، مع طاقم التحكيم اللي كان موجود معاه، كان يوسف البساطي وهشام الدسوقي وابراهيم محجوب حكم رابع، وكان على الفار الحكم الكبير اللي هو ليه خبره محمد الحنفي ومحمد علاء هاشم. كان طاقم التحكيم في تعاون، التعاون كان موجود، والفهم الجيد للقانون يا كابتن هاني. يعني ايه؟ يعني نفس الفهم الجيد اللي كان عند محمد الحنفي هو كان عند عبد السيد، وبالتالي نجحوا في مباراه انا بقول كانت مباراه صعبه. المباراه الثانيه كانت ما بين النادي البيراميدز والزمالك، ودي المباراه ايضا اللي نجح احمد الغندور، كانت مباراه صعبه جدا كمان، دي كانت فيها اختبارات كثيره جدا يا كابتن، صحيح، وقياس قدره اي حكم كابتن هاني في تقييمه للاداء. بنقول ايه؟ لابد ان يكون هناك اختبارات حقيقيه للحكم. يعني ايه؟ ممكن مباراه تعدي بدون اختبارات، هنا ما اقدرش اقيم الحكم، وبالتالي الدرجه بتاعته ما تبقاش على قدر كبير من الجيد جدا او الامتياز. هنا بنقول ان احمد الغندور مر بتجارب واحداث واختبارات كبيره جدا مع محمود البنا اللي هو كان على حكم الفار، ونجحوا تماما. لا يعني لا توجد اخطاء مؤثره. مباراه 120 دقيقه اعتقد كانت مباراه مثاليه في الاداء وفي الاداء التحكيمي. وهو ده انا بقول ليه كده، لان خلاص الرساله وصلت يا كابتن هاني، يعني خلاص الكل عرف، الحكام كلها عرفت ان لابد انك انت تأدي عشان تبقى موجود ومستمر. هقول لك على مفاجاه ثالثه بقى. اتفضل. النهارده ما زال في حكام، يعني ربنا طبعا يوفقهم، هو الراجل خد قرار ب يعني مش عاوز اقول ايقافهم، ولكن يعني ريحوا شويه، يعني انا بحاول بس انقل الكلام، يعني بقى لهم فتره ما بيلعبوش نتيجه الاخطاء اللي كانت في اول اسبوع. خلي بالك مش عيب يا كابتن، يعني دايما بنقول الثواب والعقاب دايما موجود، ولو حكم ماشي بشكل كويس جدا بيستمر الحكم اللي عليه علامات استفهام، وارد جدا يكون في نوع من العقاب، يبعد شويه عن المباراه، يراجع نفسه، يذاكر تاني، يجتهد تاني ويرجع تاني لاداره المباراه، ده شيء ايجابي. يعني هو ده يا كابتن هاني اللي حضرتك قلت عليه، ده خلاص الرساله لما بتوصل الرساله للكل، الكل بيبقى نازل فعلا مستعد مركز، مش عاوز يغلط لو كان في خطا. هو احنا مفيش تحكيم بلا اخطاء يا كابتن هاني، ولكن لما يكون الخطا عن نتيجه اهمال الحكم، لما يكون الخطا نتيجه ان الحكم مش مذاكر ومش محضر نفسه، هنا يعني يسال عن هذا كلام الحكم. ولكن النهارده انا شايف بامانه انه هناك تطوير، هناك النهارده كان بالامس كان هناك في تحليل فني للحكام والحكام المساعدين، خرج بعد كده بعد ما عمل تحليل فني يا كابتن هاني، التحليل الفني هو عرض الحالات والتحكيميه اللي خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا. بعد ما خلصوا التحليل الفني في الكلاس، راحوا الملعب عملوا التدريب الفني، التدريب العملي في الملعب، يعني الراجل بيشتغل النهارده في القاعه بشكل نظري وبشكل عملي، يعني في المحاضرات وفي الملعب. اتمنى يا كابتن هاني ان زي ما قلت، واحنا دايما بنقول احنا مساندين، ولكن لو هناك اخطاء تحكيميه او هناك اي تقصير هنطلع نقول الكابتن هاني الكلام ده، لان احنا دايما بنساند وندعم وندي الفرصه، ولكن عاوزين الاستمراريه. يعني في نجاح شايفينه وفي تطور شايفينه، ولكن احنا نفسنا نكون الاستمرار موجود. وايضا في نقطه مهمه كابتن هاني، معلش طولت على حضرتك، اتفضل. ان هنا ياتي دور اتحاد كره القدم، لابد النهارده اتحاد كره القدم، والنهارده انا طبعا بحيي جمال علام ان هو النهارده يعني بيجدد الثقه او بيقول ان احنا واقفين مع لجنه الحكام. ده مهم جدا يا كابتن هاني، جدا، لان لو لجنه الحكام النهارده ما لقتش السند والدعم من اتحاد الكره،
اكيد بتبقى الامور مش ماشيه بشكل واحد. انا متفق معاك. وقبل ما اخلص معاك كابتن ناصر، عايز اخد رايك كمان في حضور روي فيتوريا المدير الفني للمنتخبنا، كمان حضر المحاضره الفنيه للتحكيم، دي اول مره يمكن ظاهره، يمكن اول مره اسمعها المدير الفني للمنتخب بيحضر المحاضرات بالنسبه للتحكيم، وكان متواجد في المحاضره الفنيه للحكام. شايف ده سبورت كمان ويعني مسانده كبيره من المدير الفني لمنتخبنا للتحكيم المصري بشكل او باخر. شوف يا كابتن هاني، حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، وانت كنت لاعب محترف يعني في انديه كبيره بره، وكنت لاعب في المنتخب وكابتن مصر. في نقطه مهمه جدا يا كابتن هاني، يا ريت من خلال برنامجك المحترم نوصلها للانديه. كابتن هاني، الاتحاد الاوروبي النهارده وانديه الاتحاد الاوروبي كلها بتستعين بخبراء التحكيم لان هم يعرضوا القانون او يدوا القانون، لان النهارده اي مدير فني النهارده كابتن هاني لابد ان هو يستفيد من القانون في الخطط اللي هو يعملها الفني. يعني ايه؟ لابد انك انت تكون فاهم القانون كويس قوي، حتى لما يبقى في قرار الحكم بياخده، احيانا بعض المدربين احيانا بيبقوا يعني مش فاهمين القرار، وبيبقى هنا في اعتراض كبير جدا جدا. النقطة الثانية المهمة كابتن هاني، ان احنا النهارده بنستغل التحكيم في خططنا مع اللعيبة، يعني ازاي تستفيد من القانون في انك انت كمدرب تحفظ اللعيبة حاجات معينة ان هم ما يقعوش في الخطأ. صحيح. سواء كان في الأخطاء اللي هي فيها عقوبات انضباطية، ازاي لما تيجي تعترض ما تروحش تاخد إنذار مجاني، يعني في هناك لعيبة تعترض وتوصل الرسالة ولكن بأسلوب لائق، ولكن هناك لعيبه. طيب انا من كلامك كابتن ناصر يمكن رجعتني ورا شويه، ايام ما كنت بلعب كان دايما بيبقى في فترات كده بيبقى في حكام على مستوى الاتحاد الالماني او الحكام الالمان او لجنه التحكيم في المانيا كانت بتبعت الحكام لينا في الانديه، وبيبقى في ربع ساعه كده ايا كان قبل او بعد التمرين بتدينا او بتشرح لنا بعض المواقف التحكيميه، القوانين اللي كان ممكن جدا يكون اللعيب او حتى المدير الفني مش على درايه بيها بشكل كامل، وبيبدا يشرح حالات لفرقتنا احنا والفرق اخرى، وبيبدا يشرح الحالات ديت بشكل او باخر. هل ده احنا يعني مفتقدينه شويه هنا في مصر، ان يكون في هذه الزيارات الرسميه من الحكام لبعض الانديه او لكل الانديه لشرح بعض المواقف دي، بتزود شويه ثقافه اللعيبه بالنسبه لقوانين اللعبه نفسها يا كابتن؟ بالظبط كابتن هاني، حضرتك قلت نقطه مهمه جدا وانا باكد عليها، وقلت من خلال برنامجك واحنا رساله بنقدمها لجميع المديرين الفنيين للانديه على مستوى جميع المسابقات، من فضلك خلي بالك لو انت كمدرب ومدير فني مش هتعرف القانون ولعيبتك مش هتعرف القانون، هتبقى عندك مشاكل كتيره جدا جدا. كابتن هاني، ده في حاجه مهمه جدا، احنا كحكام النهارده التحكيم وتطوير الحديث التحكيمي، بنجيب الحكم مثلا النادي الاهلي النهارده هيلعب مباراه مع منافس، بنيجي نقول له قبل ما تروح المباراه تعالى شوف النادي الاهلي لعبه بيلعب ازاي، بيحضر من تحت، بيعمل الهجوم ازاي، مين اللعيب اللي انت ممكن تبقى شايفه وتخلي بالك منه. عاوز اقول ان النهارده كمان الحكام بيقروا او بيتشاهدوا المباريات قبل ما بيروحوا يلعبوها. ده مهم جدا، هو ده التحكيم مهم جدا. صحيح. نفس الشيء بنقوله من خلال برنامجك يا كابتن هاني، يا ريت وانت بتتكلم على تجربه الدوري الالماني وانت كنت راجل محترف ولاعب كبير، بنقول ان الانديه لابد النهارده تستفيد من الخبراء التحكيميين، حتى في تعديلات القانون، لان في تعديلات نزلت كتير اعتقد البعض منها يعني مش عارفها. النادي الاهلي دايما يا كابتن هاني وقناه النادي الاهلي دايما ده بتؤكد على ان احنا مع الحكام ومع التدعيم ومع التطوير. صحيح. ولكن يا ريت نشوف الكلام ده يكون في استمراريه في الفتره القادمه باذن الله، ويا ريت نشوفك كمان معانا ان شاء الله الحلقه الجايه يا كابتن. انا مفتقدينك حالات يا كابتن هاني، يعني وكابتن هبه يمكن هنسمعك معاه، هحضرك الحالات التحكيميه اللي هي ازاي المدربين يا كابتن هاني استفادوا منها او استفادوا ازاي من القانون في هذه الحالات اللي انت هتقف تتفرج هتقول ازاي الكلام ده، يعني انت كمشاهد هتقول ازاي ده هنا المفروض يبقى في قرار معين. لا، هنشوف ان في فرق. منتظرينك يا كابتن ان شاء الله، منتظرينك ان شاء الله، منتظرينك. كل الشكر للكابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي على المداخله الثريه، وان شاء الله يكون موجود معانا في حلقه ويشرح لنا كل الحالات الفنيه وتطوير التحكيم. الحقيقه مهمه جدا، حلقه مهمه جدا جدا في كره القدم المصريه، التحكيم للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي دايما سبورت وداعمه للتحكيم المصري، وان شاء الله كل التوفيق لحكامنا.